السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على لو تيرموستات. تيرموستات دو ريغيلاسيون اللي يستعملوها في الارموار. عندنا نوعين، عندنا النوع هذا اللي يجي ازرق، كونتاكت عنده كونتاكت نورمالي اوبن، وكاين هذا النوع الاحمر اللي عنده كونتاكت نورمالي كلوز. فوالا، هادو ما يستعملوهم في الارموار باش يريغيليو ولا يعدلوا لنا درجة الحرارة. هذا مثال، كي هنا تريغليه على 30 درجة، إذا كان زادت درجة الحرارة فوق 30 درجة راح تشعل لنا لو فونتيلو، الفان هذا يقلع باش يبرد الارموار، خاصة إذا كان الارموار فيها ديمارور بروغريسيف ولا فارياتور دو فيتاس ولا وين كاين لي تيريستور، باسكو لي تيريستور مع لا كوميتاسيون راحين يخلقوا درجة حرارة كبيرة. دونك هذه فيما يخص النورمال لي اوبن. كاينة هذه النورمال لي كلوز، هذه تخدم مع لا ريزيستونس دو شوفاج. هذه ثاني ريغليو هنا مثال 30 درجة، إذا كان طلعت لا تمبيراتور فوق 30 درجة راح تطفي لنا لا ريزيستانس، خاطر كاين دي زون هوميد كاين ليميديتي والاخر، وكاين دي كومبوزون الكترونيك ما يستحملوش هذيك ليميديتي، نديرو لا ريزيستانس داخل لارمار. فوالا، كنديرو تي شيما. عندنا هذا الموتور تاع الفان، وين ندوه؟ راح ندوه الكونتاكت اوبن تاع تيرموستا، هذا يروح للال فاز وهذا للنتر. هذا اذا كان استعملت فونتيلاتور 220، كاين دي فونتيلاتور 24 فولت. دونك نحاول نطبقوا هذا المونتاج. عندي هنا الفاز والنتر، هذه لافاز تدخل تخرج تروح للفونتيلاتور والروتور يولي للنتر بطبيعة الحال. دونك هاوليك هنا نشغل. دونك هنا راهي مريقلية حوالي 35 درجة ولا 34. دونك نقص في لاكونسين، نعاود نحبط شوية فوالا هكذا. دونك يطفى الفونتيل. السلام عليكم.